شغال في يعني بحاول إن أنا أكون شغلي مركز جزء من معرض التكنولوجيا في مجال الـ AEC عموما مجال الأركتكتشر إنجينيرنج كونستراكشن. فدايما الجزء المتعلق بالتكنولوجيا في الحتة دي بيكون حاجات متعلقة شوية بالـ software development والحاجات التراند في مجال الـ information technology. وطبعا بيكون جزء من الـ ISV حاليا المفروض ان انا يعني دعوات حضرتك كده المفروض قريب ان شاء الله اناقش الماجستير ان شاء الله ان شاء الله نقطه متعلقه ب استخدام السوفت وير ديفلوبمنت والجي اي اس في مجال الجيوتكنيكال انجينيرنج وهندسه التربه والاساسات. حاليا شغال في مشروع بيخص بيه الكود كومبلاينس تشيكنج او اللي حضرتك كنت لسه بتكلم عنه في السمت الاسبوع اللي فات، اللي هو ازاي ان انت تقدر تعمل فاليديشن على بعض الرولز سواء بقى كانت يعني الكود المعماري او الكود الانشائي او ايا كان الكود بتاع الدوله في تخصص معين. انت ازاي تدخل الموديل وهو يقدر يشوف هل الموديل ده فاليد ولا نوت فاليد، حاجه كده عامله زي كلاش ديتكشن بتاع الـ AI. ما هو في رولز في الكلاشز المفروض ان هو لو هو خالف الرول دي هو يبدا يقول لك لا كده انت عندك مشكله، فلا الرولز بتاعتنا بقينا احنا اللي بنحطها، بقينا احنا اللي بندخل السوفت وير نقول والله وده ما فيش كلاش، هو هنا ما فيش مشكله بالنسبه للبرنامج بس في مشكله بالنسبه للاشتراطات بتاعت البنى في الدوله دي. ده المشروع اللي احنا شغالين حاليا عليه في الفتره الحاليه. يعني حضرتك بتدخل مثلا الابعاد اللي موجوده في الكود، تمام؟ يعني مثلا الكود بيقول المسافه بين كذا وكذا او العرض بتاع الطرقه مثلا في المستشفيات قد كده بالظبط، الطول بتاع الدروه، ارتفاع المبنى، مساحه الدور بالنسبه لمساحه الارض، كل الاشتراطات دي هي دي اللي احنا بنحققها. احنا حاليا شغالين على الكود المعماري بس ان شاء الله المفروض في الفتره اللي جايه هنبدا نشتغل في الكود الانشائي وندخل معاه الحاجات بتاعت الاي اي تي. برضه السكوب الحالي اللي احنا شغالين عليه هو سكوب الفلل السكنيه، بعد كده هنبدا ندخل في العمارات السكنيه وندخل معانا المباني الاداريه والتجاريه وكذلك، يعني كل حاجه بقى بالاشتراطات بتاعتها بيعمل تشيك. يعني مثلا يعني مثلا الفاير مثلا ممكن يقول لي ده في كام حته مثلا مش متوافقين مع الكود الامريكي مثلا اف بي اي، حاجات قريبه من الحيطه بعيده عن الحيطه المسافه ديت. طب ده ممتاز وهايل، يعني بدل ما الواحد ياخد وقت كتير في ان هو يعمل حاجه زي كده يبقى ممتاز ان الكمبيوتر اوتوميشن يعرفني فين المشكله وانا احاول احلها بعد كده. بالظبط، بدل ما كان في مهندسين دي كانت شغلتهم في البلديه ان هو يقعد يطلع الاخطاء دي. غير بقى ان هو طبعا يعني الى حد كبير بيشيل الخطا الباشر، ان هو لو هو فوت حاجه سواء بقى بقصد او لو بغير قصد. نفترض حسن النيه يعني. نفترض حسن النيه. ده هيمنع ده يعني. وحتى كنت لسه بتكلم مع ناس يعني بيتكلم في حته ان موضوع الاوتوميشن هو جاي جاي، يعني هو اصلا دخول الدي اي ام الفيلد بتاع الكونستراكشن هو ده بدايه الاوتوميشن. بالعكس ده هو من اول الكاد كمان، من اول ما بدانا نعرف ان الكاد سيستم وبدانا نستغنى عن عدد الناس الكبير اللي كانوا بيرسموا مانيوال وانتقلنا للاوتوكاد واخواته وبعدين انتقلنا للدي اي ام، كل ده اوتوميشن. جميل، بس الكاد برضو ما بقدرش اعمل ليه عليه اوتوميشن جامد لان هو مش قادر يفهم ان دي بواب ان دي حوائط، فالقوه اكتر في البيم يعني ايا كان السوفت وير، يعني مش بتكلم عرفت بس اي سوفت وير ما دام بيستخدم تكنولوجيا البيم والبارامتر والاوبجكت هيبقى اسهل ان شاء الله. بالظبط،
ده حقيقي. اللي انا اقصده ان هو الكاد بالنسبه لنا دلوقتي هو حاجه خلاص يعني قد فشل، بس بالنسبه بقى الوقت ما الناس كانت لسه بترسم بايديها وكان كل حاجه عندهم مانيوال، ده كان بالنسبه لهم اوتوميشن. تمام. كان بالنسبه لهم دي توفر معاهم وقت. وبعد كده طبعا البي ام حاليا يعني بالنسبه لنا دلوقتي الاوتوكاد لحد حضرتك يعني تقول لنا يعني هو في حد لسه عنده الريزيستنس بتاع دخول البي ام في شركته، يعني هو يعتبر متاخر كده. تمام تمام. طيب انا كنت عايز حضرتك تعرفنا بموضوع ايه هو البيم. هو كان في سؤال للمهندس منير. ايوه اتفضل اتفضل يا باشمهندس. يا باشمهندس اتفضل اتفضل لو حد عنده اي اسئله. المهندس بيسال حاسس التخرج عشان يدخل المجال. طيب انهي مجال بالظبط؟ يعني عايزين بقى البيم والجي اي اس والبرمجه نفصلهم كده. طيب هو يعني حضرتك يعني انا بس محتاج من باشمهندس ليبي يساعدني بس اكتر في تحديد يقصد ايه بتبت المجال، وانا هبدا اتكلم عن السؤال اللي حضرتك بتقول عنه. في ساعه لو حد يسال في حاجه ممكن نبدا ناخد الاسئله ونروح نمشي. بالنسبه للبي اي ام يعني خلينا طبعا البي اي ام از بروسس اعتقد يعني احنا اتكلمنا كتير طبعا الشانل بتاع حضرتك وبيمي ريبيا من احسن ما كانتش احسن ريفرنس موجود للناس في الجزء بتاع البي اي بروسس. يعني لا يفتى ومالك في المدينه. العفو يا استاذنا العفو يا استاذ. فانا افضل يعني ان انا اتكلم عنها اكتر من الشق التقني وازاي الموضوع بدا. يعني الحقيقه في البدايه وقت ما الناس كانت شغاله مانيوال بدأوا يقول لا احنا عايزين نخلي الموضوع شويه، فبدأوا بسيستم حاجه اسمها الداك واللي معروف وبعد كده قعدوا يقول لك الداك ده اسمه مش لطيف، فقالوا ايه هيبقى اسمه كاد، والكاد دي بتبقى ستاندز فور كمبيوتر ايدد درافتنج كمبيوتر ايدد ديزاين، وكانوا بيعملوه على اجهزه كمبيوتر قديمه قوي كده. يعني انا بحاول دلوقتي وانا بتكلم كده اشوف لو في فيديو عندي يبين قد ايه الموضوع كان بدائي يعني في البدايه. ومع الوقت بدا الناس تطمع اكتر، لا احنا عايزين مش بس نرسم بايدينا، يعني ما يبقاش بس الاوتوميشن في حته الرسم، لا احنا عايزين كمان نرسم بالارقام. بالارقام بمعنى ايه؟ ان انا ادخله القيمه الفلانيه فهو يعدل في البعد الفلاني او يعدل في الثيكنس الفلاني. فبدا عندنا يطلع حاجه اسمها البارامتريك ديزاين. وطبعا اعتقد الناس كلها عارفه دكتور زها حديد زها من اشهر الناس، مش حتى مش عندنا احنا بس، ده عالميا في فيلد بتاع البارامتريك. يعني النهارده كان واحد بيكلمنا عنها، يعني ف صديق لي راح قابلها وكنت بتساله على حاجه، يعني واحد مصري، فلما سلم عليها قال لك انا مش هخسر ده تاني، احتفظ بال يعني يعني اسطوره بالنسبه للمعماريين كلهم. يعني اتفضل. ما شاء الله. انا يعني كان في شانل اعتقد حضرتك عارفهم اللي هم بي 1 ام. طبعا. مرة لقيتهم منزلين تويتس، التويتس دي فيها بيجز اصلا لدكتور زهر الله يرحمها. الله يرحمها. فهي كانت من الرواد في الحته دي، ودي حاجه برضه تزعل لما يكون الرواد في فيلد معين من البلاد بتاعتك او اللي انت بتنتمي ليها، يعني وتلاقي لا المنطقه بشكل عام طبعا. اكيد.
بس فبدأ الموضوع بارامتريك موديلنج، وده كان في وقت بيبدأ يطلع فيه الشركات اللي زي اي بي ام ووراها بقى مايكروسوفت وابل، وكان الكونسيبت بتاع الاوبجكت اورينتد بروجرامينج كان جدا بالنسبه للناس. وعلشان خاطر نوضح يعني ايه اوبجكت اورينتد بروجرامينج وازاي تعمل ريفليكشن على البارامتريك موديلنج، خلينا نبدا الموضوع من البدايه. ازاي اصلا الموضوع يعني ايه البروجرام؟ كلنا نسمع عن الخوارزمي، نسمع ان هو مخترع علم الجبر، ويمكن نعتبر هو الاب الحقيقي لعلوم الحاسبات، مش بس الرياضيات. الخوارزمي هو عمل ايه؟ هو عمل ما يسمى بالخوارزميات، او اللي بعد كده لما تم تعديل الاسم باسمها اللي هي الالجوريزمز. الالجوريزم هو عباره عن طريقه لحل المسائل الرياضيه بشكل مبسط. بمعنى هو بيعتمد على شويه حاجات، بيعتمد على اول حاجه كان اسمها ايه البرانشز، التفريعات. التفريعات بمعنى ايه؟ انه والله انا دلوقتي هحل معادله تربيعيه، عندي في القانون العام لحل معادله تربيعيه، وتحت الجذر فيه مميز، بناء على قيمه المميز ده بقول والله في المعادله دي ليها حلين عددين حقيقيين ولا عددين تخيليين، ولا الجذرين بتوعها او الحلين بتوعها بيساووا بعض، فبنسميها ما لازم هو حل واحد. طيب فايه اللي احنا عملناه دلوقتي؟ احنا عملنا حاجه الجوريزم صغير، او جزء من الجوريزم صغير اللي قلنا بناء على القيمه المسار بتاع الحل هيمشي. فدي كان اول حاجه بيعتمد عليها الخوارزمي، ان بيكون كل خطوه بيطلع منها ناتج وبناء عليه يا اما هتروح يمين يا اما هتروح شمال. وده اللي احنا نعرفه في البروجرامنج بالكونديشنز او الكيس الس او الكيسز. لو في اي حد على نظام درس كورس البروجرامنج صغير كده مثلا في الكليه او حاجه قاعد عليه. الحاجه الثانيه هي التكرار. يعني احنا زمان كنا ممكن في الكليه او حتى ممكن اعتقد اذاكر كان في ثانوي ولا لا، الايتريشن، ان والله انت بتبدا تكرر التعيد، بتشوف خطوات مره والثانيه والثالثه، وتشوف الحل ترايل اند ايرور بالظبط، وتشوف الحل اي بيحصل له كونفرجنس ولا دايفرجنس، هل بيقرب من النتيجه المطلوبه ولا بيبعد عن النتيجه المطلوبه. وده رياضيا اللي عامله الخوارزمي، اللي يعرف حاليا في لغات البرمجه باللوبس، اللي هو بقى الفور لوب واللوب. فبدا الناس لما جم يخترعوا الكمبيوتر عايزين بقى يخلي الكمبيوتر ده يعمل يحل مشكله معينه، فلقوا والله زمان كان في واحد اسمه الخوارزمي كان عامل طريقه لطيفه كده سيستماتيك، مش محتاج ان انت كل شويه تتدخل. هو ايه؟ هو الكمبيوتر بياخد واحد اثنين ثلاثه ويقعد يعيد 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 لغايه ما بيوصل للنتيجه. قالوا خلاص احنا هنستخدم الطريقه الرياضيه اللي هو عملها دي، وهي دي اللي بيشتغل عليها. ومن هنا طلع من الخوارزميات اللي اسمه بتاع الالجوريزمز اللي اتبنى عليه بعد كده علم الكمبيوتر ساينس كله. الطريقه اللي كنا شغالين بيها دي بنسميها لينير بروجرامنج او ستراكشر بروجرامنج، بمعنى ان الكود كله مكتوب ورا بعض كانه حل مساله، هنعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا. فنيجي بقى لحته البارامتريك موديلنج، عايزين نبدا نشوف ازاي نعمل مثلا يكون عندي ايلمنت معين زي ما حضرتك قلت في حيطه، وعايزين نديها الابعاد بتاعتها بارقام معينه. فعشان خاطر ده يتعمل معناه ان لازم يكون الكمبيوتر فاهم ان دي حيطه، او ان ده فلور، او ان دي او ده ضغط، او ايا كان بقى حاجه. فعشان ده يتعمل في البروجرامنج محتاج حاجه شبيهه بده. فكان هو الاوبجكت اورينتد. الاوبجكت اورينتد بمعنى ان هيبقى عندي جوه الكود نوع اسمه حيطه. طيب ده هيتعمل ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها كلاس. الكلاس ده عباره عن ايه؟ عباره عن جدول، او الهيدر بتاع الجدول. يعني ايه الهيدر بتاع الجدول؟ انا دلوقتي والله عندي قلنا الحيطه دي ليها لينث وويدث
كده. الحاجات دي كلها الهيدر بتاع الجدول اللي هو العنوان بتاع الجدول اللي هو كان زي السموك شارت بتاعنا يا باشمهندس حسام اللي هي الالجوريزم كلنا. الاوبجكت اورينتد بقى عامل زي الهيدر بتاع الجدول ده كان بقى عندي جدول حيطه. فكل ما هاجي اعمل حيطه جديده فهعمل ايه؟ هامله في القوائم اللي موجوده. اعمل حته جديده هامله في القوائم اللي هامله يعني كاني بنزل ريكورد في الجدول زي الاكسل كده. وهو ده الفكره بتاعت الاوبجكت اورينتد ان انا يكون عندي تمبلت جاهز حاجه زي التمبلت جاهز في قوائم ثابته. القوائم الثابته دي عشان خاطر اقدر اكرييت وول جديده ببدا لازم املى القيم دي علشان خاطر يتعمل لي كريشن لريكورد جديد او صفحه جديده في التيبل او بقى الكود بيتكري اوبجكت جديد او اللي احنا بقى في الشق اللي يخصنا كمهندسين ان يتكري في الموديل انستانس جديد للحاجه. فمن هنا بدا البارامتريك موديلنج. وطبعا مع الوقت كمان بقى بدأنا نقول لا انا مش عايز الموضوع بس يبقى بارامتريك، انا عايز كمان اللي يكون فيه رولز، رولز تحكم الاليمنتس ببعضها. بمعنى لو حطينا مثلا باب جوه حيطه يبدا يعمل فتحه، لو خرجنا بره بالظبط مظبوط. فانا دلوقتي هاجي احط الباب ده على الحيطه فلازم يكون جوه الحيطه. فانا لو جيت طلعت الباب ده بره المفروض ان اقول لا ان في مشكله، الباب لازم يكون هوستد على الاليمنت بتاع الحيطه. بالظبط ده المثال مظبوط. او حتى ان انا اكون ده الامر بتاع الجوين ان انا يكون عندي الفلور والول مربوطين ببعض، فلو جيت لو جيت حركت حاجه فيهم تاني باي ديفولت تتحرك وراها. فالرولز دي هي اللي بدات تطلع عندنا حاجه ماتيور نقدر نقول عليها بارامتريك موديلنج او الصوره بقى الاورينتد من البارامتريك موديلنج. لان البارامتريك موديلنج اول ما بداش ناحيه الاركتكشر والاستراكشر، هو بدا اكتر ناحيه الميكانيكال والبرامج اللي بتخصهم. احنا الجزء اللي خدناه من البارامتريك موديلنج خدناه ناحيه دي ام او البيلدنج انفورميشن موديلنج، ان احنا بقى بدل ما كنا شغالين زي ما حضرتك قلت من شويه بلاين ولاين وبوليجون وبوينت ومجرد بالتولز بتاعت الرسم، لا انا عندي في هيدر للتيبل عندي في اليمنت معين عشان خاطر اقدر اعمل حاجه زيه لا باخد منه نسخه. انا بقى عندي هو الراجل اللي بيعمل السوفت وير بيعمل الصيغه الاصليه البيرنت ده وانا ببدا اخد منه الانستنس. فده من الناحيه التقنيه يعني. لو حضرتك ثانيه شوف كان في اعتقد جراف كنت عامله ممكن ساعدنا في الحته دي. كان مش عارف بيقول اتاش توب اند بيز تلزم صح مظبوط. باشمهندس منير كان بيقول بالنسبه لحادثه التخرج عشان ندخل المجال هو انت اتعلمت ريبتكتونيك سكور جيده لكن ما بقدر ادخل الحته لما اروح امشي لما اروح امشي مش مناسب للعرض. لما بيروح شركه صعب يلاقي فرصه لان هو يمارس اللي هو اتعلمه عملي. يعني هو عايز يبدا منين البدايه؟ اوكي. طب يعني لا مفيش مشكلة يا باشمهندس منير. طب يعني اعتقد ممكن حضرتك برضه تقول لنا رأيك في الموضوع ده. لا حضرتك تتكلم. طيب هقول لحضرتك مثلا ممكن نعمل ايه؟ ممكن مثلا يبدا يطبق مشاريع حتى لو هي بصلوبه كاد او حتى لو هي مشروع مش معاه. يعني مثلا لو عمل موديل لمشروع مثلا زي مبنى لزو حديد وبدا يحطه في بورتفوليو، يعني بدل ما يروح الشركه في ناس بتروح بالسي في تمام والسي في يكون فاضي او في مثلا ان هو اتخرج من الكليه، فهو يبقى عنده سي في وان هو اتخرج من الكليه ومعاه بورتفوليو فيه نماذج للشغل اللي هو عمله، فدي هتبقى نقطه تخلي السي في بتاعه اقوى. بس يعني الله اعلم. ده حقيقي واعتقد دي هتكون
هتكون نقطة قوية جدا في البورتفوليو بتاعه، عشان خاطر هو بيثبت اللي هو يا جماعة مش هو ده الحاجة اللي انتوا طالبينها. فده اللي انا اقدر اعمله. وفي نقطة برضه الحقيقة يعني هي نقطة معلقة قوي بالجزء العلمي او الجزء المبيعات، هو الشكل بتاع السي بي والمعلومات اللي موجودة بس الراجل ما يحتاجش ان هو يقعد يعني احتمالات كبيرة، يكون اصلا الشخص اللي بيشوف السي بي مش شخص تقني اصلا، يعني مش مهندس او مش متخصص، يعني اتش ار ده مقصود، فهو يبقى معاه شويه كي ووردز هي اللي بيدور عليها. صحيح تمام، لو ما لقاهاش يبقى خلاص يعني بيطلع السي في بقى. صحيح، انا كنت شغال فعلا مع في شركه، وكان المسؤول فلبيني، فكان هو مثلا يجي له سي في في الاستدامه بيعمل سيرش على مثلا ليد، لو لقاها يبعتها، لو ما لقاش كلمه ليد دي يلغيها وهكذا. بالظبط، لان متخصص. هو يعني ده يعني هو حتى ده هو بيعمل سيرش، ده هو كده مش بيدور حتى بعينه يعني. تمام. طيب المهندس اسامه بيبي بيسال حضرتك سؤال، لو هو اشتغل على نفسه كتير في مجال البيم بس ما فيش فرصه، هل يدخل في مجال الاوتوميشن والبرمجه، ولا ممكن في الفتره القريبه يفتح شغل بيم، وواضح في المستقبل برضه ندخل مجال الاوتوميشن مع البيم؟ والله انا شايف ان هما الاثنين يعني الفكره مرتبطين ببعض. وكان في مثال كده يعني بحب اقوله، هو في اي عينه بشر من الدنيا في اي حته في اي جروب، هم هتلاقيهم متقسمين 10% قدام خالص و10% ورا خالص و80% في النص. والمشكله ان دايما احنا غالبيتنا بنكون في قاعدين في 80% في النص، وده ما بيكونش بمزاجنا، يعني ده بيكون بسبب مستوى التعليم بتاعنا. التعليم بتاعنا كله متشابه، كلنا بنتعلم نفس الحاجه وبنعمل نفس الحاجه، فبنذاكر على قد ما بنقدر وبنطلع تقريبا بمستوى اجاده قريب من بعض. فدايما دورنا، يعني انا عارف ان الكلام ممكن يكون عام شويه، بس لو بدانا نفكر فيه كتطبيق شخصي هنلاقي الموضوع ابليكابل. انك تبدا تشوف انا دلوقتي مع زمايلي مثلا في الدفعه، طيب هم بيعملوا ايه؟ فهم بيعملوا، والله كلنا متساويين ان احنا كلنا بندرس هناخد البكالوريوس، لا يبقى انا محتاج خطوه زياده. فلما اجي اخد الخطوه الزياده دي مثلا هروح اخد كورس معين، زي ما مثلا الباشمهندس منير كان بيقول ندرس كورس بروجرام، خلاص يبقى انا لما رحت اخد الكورس ده في يبقى انا كده قللت، ما بقتش زي ال 80% كلهم، بقيت مثلا زي ال 40 اللي قدام. طب ال 40 دول انا محتاج ان انا اميز نفسي عنهم، اميز نفسي عنهم ازاي؟ اشوف اخد حته زياده. فممكن يعني كلام حضرتك في حته الاوتوميشن ان هو يكون حته زياده بالنسبه له، يعني بلس بالنسبه له للشركات، والله ايه ده الراجل ده بيشتغل ريفت ونيف سكول و بيعرف اوتوميشن، فاعتقد دي هتكون حته بالنسبه له قويه يعني. يعني حتى كان مؤخرا كان في لسه والله الكلام ده الاسبوع اللي فات شاب لسه حديث التخرج وشغال في مكان، شغال مهندس عادي خالص، بس هو يعني اتعلم اوتوميشن، انا اعرفه بشكل شخصي. والراجل والله هو قاعد شغال بيجي قدامه شغل عادي، بيعمل شغل كان مهندس، وبعدين لقى ان في حاجه بتحتاج لبيرت فورك، الموضوع بيبعد كتير. كان حتى كان شغل متعلق بتقارير الجسات، والموضوع ده بيكون فيه داتا انتري كتير قوي. فالراجل عمل ايه؟ قال والله انا هعمل سيستم عشان خاطر اسرع الشغل شويه. فالحاجه اللي كانت بتاخد ثلاث ايام بقت بتاخد دقايق او نص ساعه. طيب يعني كلام عظيم، ده في فرق كبير جدا، يعني حضرتك عارف طبعا اليوم ممكن يكلف الشركه قد ايه. فلا الراجل عمل يعني لما ده يتضرب بقى في عدد الايام بتاعت المشروع، لا عمل وفر مبلغ محترم يعني. فلما الراجل ده جه يمشي مع ان هو حديث التخرج،
صاحب الشغل او مديره قال له لا اقعد اقعد باي شروط انت عايزها، اقعد اشتغل 4 ايام خد الرقم الفلاني. بس طبعا يعني كل مكان وكل شركه بيكون ليها سقف برضه في الايه في العرض اللي انت عارضه يعني. اعتقد يعني كل ما يكون انت عندك سكيلز اكتر كل ما بتزود فرصك اكتر يعني. فدايما ايه بنحاول نكون لو احنا مش في 10% قدام نكون في الناس اللي فوق في 80%. طب واصل مش بمعنى اقصد بمعنى القاضي يعني. هو لو حضرتك سمحت لي كان في كلمه للامام علي بن ابي طالب بيقول قيمه كل امرئ ما يحسن، قيمه كل امرئ ما يحسن. يعني لو واحد اتقن مهاره اضافيه هتلاقي ده قيمته تبقى اعلى في المكتب. انا برضو لما كنت شغال في الاوتوكاد كان عملت بعض الاثبات سهلت عليا الشغل وخلت الحاجات اللي ممكن تاخد اسبوع كانت بتتم في دقيقه. يعني كان مثلا عندي لوحه فيها مقاسات كتيره جدا وعايزين نحولها من المتر للملي لوحدات القياس الثانيه الامريكيه، فعملنا لسبة عملنا كلهم كل اللوحة يروح محولها في ثانية واحدة. طب في سؤال بيقول الداينامو، هل ممكن ألخص خطوط الداينامو الكتيرة بالبلاجن؟ مش عارف معنى السؤال. هو ممكن الواحد يعمل البلاجن يحط جواه برمجة داينامو؟ اوكي ماشي. هو يعني لو سألنا وقت على باشمهندس أسامة انت تزود السكيلز بتاعتك، يعني انت بتسعى في الاول وفي الاخر فده هيزود الفرص بتاعتك. لو انت ما لقيتش فرصه في مجال الفيلم وجهه نظري اشتغل في اي شركه شغاله في المجال بتاعك، مش لازم تكون شغاله فيلم لغايه ما تلاقي فرصه، لان كل ده بيتحسب عليك خبره. ان خد بالك في الاخر هو الفيلم هي بروسس بالسبع شهور، فلو انت عندك الخبره بتاعت المشاريع فانت بالفعل انت عارف ايه هي الحاجه اللي هيتعمل اقوال عليها في البروسس. والتكنيكال بس خارجت والحاجات انت اتعلمتها كده كده انت راجل بتبدا يعني تكون حد تنين يعني. فانا رايي الشغل اللي قدامك اقبل بيه طالما في المجال الهندسي وزود في السكيلز بتاعتك تعلم اوتوميشن وكده طبعا هيكون فايده ليك سواء بقى كان في الفيلم او في غيره. زائد حته السي في يعني نهتم جدا بالموضوع بتاع حته السي في دي، لان فعلا السي في بتاعك ما بيتبصش فيه اكتر من 7 ثواني للاسف. والرقم ده انا مش جايبه كده يعني، كان احصائيه للاسف انا مش فاكر المصدر. ده حقيقي 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 الاتش ار لو لقى السي في 30 صفحه بيلغيه بيقول لك مش هطبعه. بالظبط بالظبط اللي هو هيتعب نفسه ليه؟ وانت بالنسبه له تاسك هو عنده في كام سي في كام واحد غيرك مقدم، ده ما تحط في بالك عندك كام واحد غيرك مقدم، انت محتاج ان انت تحط له الكيوردز المناسبه وتلفت نظره. صحيح صحيح. السي في مش لا اللي هو انا هاخد السي في بتاع زميلي واقوم حاطط حاجات نفس الحاجات اللي هو حاططها وابعتها. هو مش شيت بيتسلم هتاخد عليه درجه. صحيح صحيح. لازم يعني للاسف بعد الكلية الموضوع بيكون ملوش استنبا للأسف يعني. أنت بتحتاج إن أنت على قدر على قد ما تقدر تميز نفسك. كان جالي سي في مكتوب فيه إن هو اشتغل وخبرة في بيم ليفل 3. فأنا عارف إن مفيش حد اشتغل بيم ليفل 3، فقلت له طب تعالى لي بقى علمني بقى. فاكتشفت إن هو نقل أي حاجة. ومرة مهندس كهرباء برضه واخد سي في بتاع مهندس إنشائي بيم، فكاتب ان هو مهندس بيم متخصص في الحفريات وفي القواعد والحاجات دي فاونديشن. فقلت له يا عم انت مهندس كهرباء انت ناقص فيه غلط اصلا يعني، انت مش عارف المصدر. هو حضرتك دلوقتي بتدرس في الاي تي اي مظبوط؟ يعني هو لغايه السنه اللي فاتت انا كنت موجود از فول تايم. اما لسه يعني ان انا مشيت بس انا موجود معاهم از اوت سورس انستراكتور يعني. طب حضرتك بتدرس فين دلوقتي؟ انا بس يعني ممكن استاذن حضرتك ساعه. اتفضل ماشي عشان عايز اجيب. لا ماشي اتفضل. الله يكرمك. الله يكرمك. طيب انا عندي سؤال لحضرتك.
حضرتك الموضوع حضرتك بتدرس فين دلوقتي؟ يعني حضرتك سألتهولي اللي هو حضرتك بتدرس فين؟ انا دخل ال من الدايركت في البلاجن بالنسبه للسؤال ده هو احنا ينفع ندخل جزء البروجرامنج في الدايركت واعتقد دي الجزء اللي هو البايثون والسي شارب ليه؟ البايثون والسي شارب البايثون والسي شارب بالظبط ادخل جزء البروجرامنج في الدايركت لكن اني اعمل العكس والله لو احنا اعتبرنا ان الداينامو طول زي اي طول تانية ممكن نعمل له كل من جوه البتاع تمام ده معرفة تمام بس هي الفكرة كلها هو ليه يعني الناس بتلجأ للبروجرامينج اللي هو البيور بروجرامينج مع العلم ان في داينامو ودينامو اسهل الموضوع عن حابها زي ما كان فيجوال بروجرامينج الموضوع دراجون دروب الموضوع مش محتاج ان انت تتعلم لغه برمجه الناس بتلجا للبروجرامينج لان الريبت لان الداينامو كاني بعمل ايه؟ انا محتاج الناس تكتب كود عشان خاطر تعمل حاجه معينه عشان خاطر الناس ما تكتبش كود فبيعمل ايه؟ بيبدا يقعد يبني طبقات كتير قوي فوق الكود ده عشان يطلع الشاشه الحاجه بتاعت الداينامو فتقدر انت لما تعمل حاجه معينه هو يروح يعدي على الطبقات دي ويروح يجنريت الكود يعني هياخد وقت هيبقى ابطا هيبقى بطيء ولما حجم المشروع بيكبر بيكراش يعني ما بيقدرش يشتغل لما بيلاقي بقى البروسيسنج كتير والمشروع كبر معاه ما بيقدرش ان هو يعمل حاجه يعني ليه ليميتيشن في حجم الحجم بتاع مظبوط التاسك ما تطلع ولا فانكشن ما تطلع تمام هتفضل لو حضرتك عندك سؤال حضرتك بتدرس فين دلوقتي؟ حضرتك بتدرس فين دلوقتي؟ لا انا حاليا مش بدرس كفول تايم في مكان لكن بدرس اكسترنال يعني في اكتر من مكان يعني طبعا انت عارف مع تي سيرف كلمه شوي بدرس في الاي تي اي مع تكنولوجيا المعلومات ده المكان اصلا يعني مش عارف لو احنا نعرفه كمجال هندسي ولا لا بس هو معمول هو معهد تابع لوزاره الاتصالات بيقدم